حضروا هاشتاغاتكم، فباريس تنتفض وكذلك برلين وبروكسل وروما، ويسقط يسقط حكم السيدة في لندن. مشاهدين الأعزاء، الربيع الأوروبي على الأبواب. وقبل البدء بالأخبار، لا بد من التأكيد على أن كلمة ربيع الشعوب هي كلمة أوروبية خالصة، وقد سجلت باسمهم قبل أكثر من قرن ونصف من الزمان، وقد بدأت تحديدا في فرنسا العام 1848، لتضرب بعد ذلك عواصم أوروبية أخرى، مسقطة إمبراطوريات حكمت طويلا في القارة العجوز ومقلمة أظافر ملكيات أخرى. وعلى الرغم من أنها دامت لسنوات وتعرضت لنكسات عدة، إلا أنها تمكنت أخيرا من إعادة القرار للشعب. وعلى هذا صارت الدول الأوروبية تحت ظل الديمقراطية حتى وقتنا الحالي، أو هكذا يقولون. لكن ما جرى مؤخرا ويجري يحتاج لكثير من المنطق في الفهم. فالأوروبيون وفق ما يقولون أنهم ينتخبون حكوماتهم، لكنهم سرعان ما يثوروا عليها أو ينتفضوا. فبالعودة للأخبار، سقطت رئيسة الحكومة البريطانية، وشهدت مدن باريس وبروكسل وشتوتغارت وروما مظاهرات مناوئة للحكومة وضد غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار وزيادة معدلات التضخم، بالإضافة لأزمة الوقود المتفاقمة يوما بعد يوم. مظاهرات قد تكون مقدمة لما هو أكثر وقادم في الشتاء، حيث نقابات عدة هددت بالالتحاق بالمتظاهرين وتحديدا في فرنسا. وبات من المعلوم الأسباب الحقيقية خلف الأزمة التي تعيشها أوروبا. فمنذ اجتياح الروس لأوكرانيا وما ترتب على ذلك من اتحاد الغرب لفرض عقوبات على موسكو، ورد فعل موسكو على هذه العقوبات بقطع الغاز عن القارة الباردة والمتعطشة دوما للطاقة، ليجد الأوروبيون أنفسهم أمام خيارين أحلاهما مر: إما أن يرضخوا للروس ويتركوا أوكرانيا وحيدة، أو أن يستسلموا للاضطرابات والمظاهرات التي بدأت تعصف بالقارة. ومؤخرا اجتمع القادة الأوروبيون وقالوا إنهم سيواصلون دعم كييف في وجه موسكو التي بدأت موجة جديدة من الحرب على أوكرانيا. لكن هذه ليست الحقيقة كاملة، فوراء الأكمة ما وراءها كما يقال، حيث دول عدة في القارة العجوز بدأت تتململ من تداعيات الحرب خاصة مع اقتراب الشتاء، كما جاءت ردة فعل العرب ملاك النفط والغاز في العالم بغير ما يشتهي الأوروبيون. ومعهم أيضا دول وسط آسيا التي أحكمت روسيا قبضتها عليها لمنع مد أي شريان حياة للقارة الأوروبية. وأكثر من ذلك ما ظهر من الموقف الأمريكي غير القادر على مد يد العون لحلفائه الغربيين والمنضوين تحت راية الناتو معا، حتى أن فرنسا طالبت واشنطن بتخفيض أسعار الغاز المقرر أن يباع لهم دون استجابة من واشنطن، التي بدأت هي الأخرى بالإفراج عن احتياطها الاستراتيجي من النفط في سبيل تعويض ما نقص من إمدادات الروس المتعنتين في التوصل لأي صيغة حل مع الأوروبيين بخصوص إمدادهم بالطاقة، لتوصد كل الأبواب تقريبا بوجه أوروبا، وتصبح الحكومات الآن بمواجهة الشعب المتعطش للطاقة والشتاء على قدوم، ولتصبح أوكرانيا كبش الفداء الأول للمتظاهرين المطالبين بالتخلي عنها وإعادة العلاقات مع روسيا. فالمصلحة الشخصية لدول القارة أكثر أهمية من مصلحة أوكرانيا القابعة على طرف هذه القارة، والتي يبدو أن الروس غير مستعدين للتنازل عن أهدافهم فيها. ليتساءل الأوروبيون عن السبب الذي يجعلهم يدفعون الثمن لقاء حرب عبثية زج بهم فيها في صراع أمريكا ضد روسيا. فحتى مع وصول بعض الحكومات اليمينية إلى السلطة في بعض بلدان القارة، ما زالت الأوضاع بعيدة عن الانفراج حتى الآن، ما دفع المتظاهرين للخروج بوجه هذه الحكومات التي انتخبوها بالأمس، وما يعني أن الحل لن يكمن في تغييرها. وهذا أيضا ما أكدته الاضطرابات التي عاشتها بريطانيا وسقوط رئيسة الحكومة الجديدة في لندن. إذن أين يكمن الحل؟ مهما تعمق التفكير في حل للأزمة التي تعيشها القارة العجوز، فلن يبتعد عن واحد من الحلول المتعلقة بحرب روسيا وأوكرانيا. فإما التخلي عن دعم كييف وترك واشنطن لوحدها لهذه المهمة، وإما أمر أكبر من تغيير حكومة وأشخاص.
والحديث هنا عن تغيير في المنظومة والنظام، وهذا ما يمكن تسميته ربيعاً في حال كان الشتاء قاسياً على الأوروبيين، والمقصود به إعادة تأسيس دول القارة على نظام جديد غير المتبع فيها منذ سنوات، فيما يتعلق بتمركز بلدان القارة خلف الولايات المتحدة وتكتلها في حلف عسكري معها هو الناتو. وكما فعلت دول كثيرة في العالم، وثقت علاقتها مع موسكو حتى في ذروة الأزمة الأخيرة مع الغرب، وتحديدا العرب وبلدان من آسيا وإفريقيا وحتى أمريكا اللاتينية، التي أدركت أن عصر القطب الواحد قد ولى، وبدأت بالعمل وفق العالم الجديد متعدد الأقطاب. إلا أوروبا التي ما زالت تؤمن بهيمنة الولايات المتحدة والمضي خلفها في أي مغامرة تمضي بها واشنطن. وليست معركة واشنطن مع موسكو هي وحدها ما تستدعي هذا القلق الأوروبي، فالولايات المتحدة ماضية أيضا في حرب مفتوحة ضد الصينيين، وهؤلاء الصينيون تجمعهم مع أوروبا روابط اقتصادية قوية لا تقل أهمية عن تلك التي ربطت القارة بروسيا، ما يعني أن التحاق أوروبا بركب أمريكا في حربها ضد الصين قد يؤدي بالقارة إلى الأبد، فتكلفة حرب واحدة لم يقدروا على دفعها، فكيف لو كانوا بين حربين؟ وهذا أمر على ما يبدو استوعبته الشعوب الأوروبية المطالبة بالتخلي عن حروب أمريكا والالتفات لشؤون أوروبا ومصلحتها، لكن الحكومات ما زالت حتى الآن غير متيقنة، ما يعني أن استمرار تردد الحكومات قد يولد تغييراً يعيد للأذهان ذلك الذي شهدته القارة في القرن التاسع عشر والذي عرف بالربيع.